حبيبي. ما حصلتش. خلي ايدك على فيا يلا. اخواتي حبايبي كرم مسا على الناس، احلى مسا على الناس الحلوه. اخويا سعيد نور الدنيا كلها، احلى مسا على الناس كلها، احلى مسا على الناس كلها اجمعين، واحلى شباب حبيبي احلى صعب النهار احلى بيسا وفتح يا برجولة. انت عايز تروح، عايز تروح فين اخويا؟ ها؟ عايز تروح فين انت؟ ها؟ عايز تروح فين اخويا؟ قلعة صح؟ قلعة؟ قلعة صح؟ القلعة صديقك يا عم. يلا يا عم طب اديني روح يا معلم. وماله صح؟ احنا دلوقتي فين؟ ايه؟ دلوقتي فين؟ دلوقتي في المنشية يا صديقي عند الجندي المجهول. أيوة الراجل ده يا جدعان وعدني الساعة 6:30 تمام؟ وعدني الساعة 6:30 جالي الساعة 7:30 يرضي ربنا. ده انت كذاب. يعني يوم ما تكتب ينفع؟ يوم ما تكتب ينفع يا جدعان؟ صور الراجل الغلبان ده الاثنين دول يوعدوني 6:30 ويجوا الساعة 7:30 ينفع الكلام ده؟ يعني متأخرين عليا ساعة يا عم. عند الجندي المجهول كده اهو. بالكم ما تخليش اقول كلمة وانت على الهوا كده. ماشي يا سيدي انت على الهوا خلي بالك. ماشي هي نص ساعة بس على ساعة يا راجل مصاب. ايه رايك في السوق ده؟ حلو صح؟ ناخد لنا كام صوره بقى؟ خلاص عيب.